بنريدهم، بنريدهم عم بخير يطلعون دول الفاسدين، هم اللي أسسوا الفساد، هم اللي قمعونا. ها قاعد المتظاهر بيدبط الخمرة وبيبسي، بيدبط الخمرة وبيبسي وعلم، وعلم هاي ستسمع الأصوات هاي مسيل الدموع وياها طلق حي، ويقولون ماكو جرحى وماكو موتى. بلخونا عنا احنا ما نريدهم، ما نرجع الا بحل البرلمان وهاي الحكومه كلها حكومه القام وطني. كل شيء ما نريد منهم بس يطلعونه ويشوفونا شرهم. اذاب ايران وربع ايران والسعوديه كافه الدول اللي تشترك بهاي الجريمه، مشتركه بهاي الجريمه وتعاون دول الفاسدين. ان هذا الشعب ما عنده غير علم وبطل بيبسي وخمره، وهاي كل طلع العالم تتبرع عنا اقناع الوقايه. هاي الرجال يا عمي باوعني باوعني هاي قدامك شوفها. هذا الشعب هذا مظلوم الشعب، يعني احنا مطالب قبل لا تصل الى مطالب قليله، يعني احنا حقك كنا واقفين يم الشرطة الاتحادية اللي مخليهم حجسر الجمهورية. أحد الضباط للشرطة الاتحادية قسم بذات الله إن عصائب جاي يضربون بالمظاهرين مو إيرانيين. العصائب قال العصائب وجاي يشتمون بألفاظ غير لائقة. مو عراقيين، مو عراقي اللي يضرب العراقي أخوه المظاهر، هذا ذيل والله ذيل. Come on!
هجموا عليهم خالد بصباعه هم يطلعوا هاي المستشفيات كلها انتكسر هاي طاح شنو ذنبه هذا ضاعت على الصوره شنو ذنبه؟ مثل ما مو جاي يدور على حقوقه شنو وين حقوقنا راح؟ مو ذولا شنو ذنبنا هسه؟ عافية لا بعد الكلام اخطر يا لا حسين خليه يقول لي دوجس طاحين ترى ما يقدر فيه حضرني انا خلي شو علي وحق هذا الله جامع وشادر ما لي شغل خذ ولي الشعر وحق الحسين الحمد لله شكرا انا طعم تكتك ما اريد حقوق لي شنو هذا العالم القاعده شنو قال له شهاده مال خريج يعني شنو ذنبه هذا باع هذا يعني صف رابع اعدادي ما ادري اصاب يعني شنو ذنبه بس قلت له اسال تقول بس قلت له حسب الله ونعم والله لو يموتون ذوي هم فاسدين وهم الفاسدين مستمرين ان شاء الله وبعد مستمرين وبعد اجيال اجيال تجي وراهم تستمر حتى وانتهى بدون الشعب اهم شيء مطالبنا تتلفت كل شيء معروف الحمد لله شكرا كل فدوه وين ترعى؟ لبيك يا عرب فدوه فدوه الوطن وجهه هذا درعا فدوه هذا درعا الحمد لله شكرا كلك خير ولك عمي ان شاء الله باجر اكبر ان شاء الله الى ان الله ياخذ امانك قوه تعال خلص سوي له مكان احتاج احد
شاركة بالمظاهرات. حابة أقول يعني يشوفونا يوم بعد يوم، إحنا معاملتهم إحنا أقل من معاملة الحيوانات يوم بعد يوم. حتى الحيوانات ما يعملوها بهالطريقة. ماكو بشر بالعالم يجون يضربوها للضرب زين. قنابل المسيلة يضربوها على البشر كل حالة حال أي إطلاق نار. يعني شو الفرق فيها؟ شو الفرق؟ يعني هي تفتر هي حارقة يعني زين. الضرب كلش قوي، أذية كلش قوية، ما نعرف شو نسوي. وكل شو الورد أضيفها يعني طبعاً. رئيس الوزراء من يطلع لو لا يطلع أحسن لأنه يستفزنا أكثر. يعني إحنا ما كنا ناويين نطلع، ما شفنا طلعنا يستفز. ماكو شي هدوء، ماكو شي برودة أعصاب، ماكو شي وضعية. شو تسوي؟ إذا أنت مضيت استقالتك بجيبك وأنا جيبك ضيعته زين. والحلبوسي دي ينزع سترته ما ادري ما اعرف مشكله. هي ظاهر عندهم مشكله بالجوب بالستر بس. حسبي الله ونعم الوكيل. ولدنا اذا تروح على مود ولدهم، ولدهم اللي هم عايشين برا اللي ما يسوون فلس. حسبي الله ونعم الوكيل. بس من خسته بس ثواني عزيزه حارت متسحمل ثواني وخر عين اطلع يا اخوي اطلع يلا تبي لك الله. هاي شوف هالشباب خطيه مشمره ما حد لها غرض فيها، لا حكومه لا هاي الناس كلها عايفه هيك فاضيين. لا حد انه لا حد يطلع ورانا لا يفضونها ولا يطلنا حقوقنا. ها جاي هاي يسحبون بالدراجه. تبي لك الله احكم الفانزين جل بس 2000 دينار اوضه هاك الله اكبر. بس 2000 ريال يعطيني هسه اخلص لك فانزينات. ها باوع الله اكبر. بس هذا اللي عندي الخردين من خلف فانزين اقعد خطيه العالم. بس اقول شغله وحده سيلا وغاندي قالوا لي اهل مو شريف عليه العافيه. قالوا لي اهل مو شريف قالوا لي ياكل من خيرات البلد ولا مو للبلد. هذا كله مديون لايران وللسعوديه وكل الدول. وين هذا السلام؟ بتعور؟ بتعور؟ وين؟ تفاحت قديم هنا ابو ماد هنا استخر بس دو مجال دو مجال. هذا نار وصادق ما هذا دم العراق. دم العراق من البارحة اليوم. اليوم أنا شارك لشهر. ليش مو حرام عليكم؟ كم مباشر؟ سلمية. الله ينتقم منكم. أي كل ما ترجعوا علي. والله العظيم ما نطلع على الحسين. مو عراقي. نعبركم. علي جاي يضربون على راسنا. يضربون بينا. مو عراقيين عمي. أنا على أبو إيران. نعم حبيبي وش الله يساعدك ويساعد المتظاهرين. طبعا الدافع اللي خلانا نطلع ونشوف هدا شوف اخواتنا كلها طالعين حلو. واحنا الحمد لله اشكر نوزع زاد ابو علي هذا صار زاد ابو علي زاد ابو علي هلا بيه والله. وان شاء الله ما باقي ساعات قليله ساعات قليله ودعتك كاتب ما يخلص ودعتك ما يخلص. ما نريد ولا واحد ينور. تعبنا شفنا الضيم شفنا الفقر شفنا كل شيء واحنا الخير. عرفت شلون احنا الخير ابن عمي. اي والله احنا صور هالجود طيبه هاي كل هالشباب كلها هاي دشوف هو يعطينا ضحايا بس راح نستمر بعد ودعتك نستمر لو نعرف نطلب ضحايا كلها ونضل ونضل حد ما ندوسهم ندوسهم والله ندوس ما بقى شيء. عزيزي هذا هاي التبرع كله من عندنا خلاص.
زين وتشوف هاي انا قهرني بهذا الموقف من قاعده لمين الشباب وقاعد نصعد بالغراب طلعت لي مره قاعد اطلع بالمي مالها بالمي قلت لها خلاص اشكرك كانت تقول لي ابني استشهد يوم 1/10 واحد الواحد الوحيد له الوحيد له استشهد ضاربين ضربه بخناس بالقران هذا بكان هذا الموقف زين من ذول الساقطين الساقطين ذول اللي قاعدين هناك الحراميين ويا حنبقى صبح وليل وظهر وغدا وريوق وعشاء حتى الباقين يصمدون كل يوم لبيك يا عراق مدفع ولبيك يا عراق لبيك يا عراق لبيك يا عراق لبيك يا عراق ما ادري والله شو اقول لك عمو شوف الوضع هو هذا الحسين هنا والنبي محمد هنا موجود ويا المظلومين ويا المقهورين احنا تونا جينا ما شفنا بس دا يضربونه وايد وايد يضربون غازات مسيلة للدماء غازات مسيلة للدماء ازدشوا عموها للعالم كلها هاي شوف الصار بينا احنا انعمينا ما نقدر يضربون بينا شباب وايد راح الضحايا شباب ايش قد راح تروح انت تبسط نص المشيو عالم راحت يا ابو عالم هذا الحج اللي هو الحج يحكي هم واقف ابونا الكبير هو يحكي مكاننا انا من الناس عيوني معميه واقده ما اشوف والله وياك واقف جاي اخدم باخوتي اللي معميين جاي اخدم بيهم ليش الله يقبله محمد يقبله ليش ليش يعني اللي جاي يهود حتى اليهود لا سوا بيهم هيجي مو يهود احنا والله ينصرنا بحق محمد وانا محمد الله ويا المفهومين Thank you.
عليك انا استاهل انا استاهل ولدي ويا المتظاهرين وجيت أنا الظاهر وياهم. إحنا نريد عراقنا يرجع مثل قبل بأمان، نمشي بأمان، نريد حقوقنا كليتها، لا تعيين لا شيء، لا كلها قاعدة بالبيوت، لا شغل ولا عمل، ما يصير. تعبنا ودرسناهم وكبرناهم وتخرجوا وقاعدين بالبيوت. والله أقول عيب وحرامات اللي واحد يضرب ابن بلده، ابن بلده مثل أخوه. شلون يقتل أخوه؟ شلون؟ هذا بس الناقص، هذا بس ما ربعته أمه حليب باهر. هذا اللي يضرب أخوته، ذولا أخوته جايين يريدون يرجعون خيرات العراق لأهلها اللي النهبة صار لها بالأربعين سنة من سنة الثمانين مال إيران لحد الآن. إحنا يأخذون بخيرات العراق وإحنا العراقيين كل شيء ما محصلين. أنا ولدي كليتهم، عندي ثلاث ولد كليتهم هنا بالمتظاهرين وياهم، وأريد ولا ولدي كلهم ما يخافون. لا تخافون، اللي يموت هذا الله كاتب له بهاليوم يموت. لا حد يخاف. ومع الأسف اللي من عندنا وبينا الجيش مالتنا لازم يحمونه، هم دا يضربوكم. إذا لا تخافون من عندهم يا العوائل والنسوان والجهال كلها تطلع، كان ما سووا هيك، والله ما سووا كان هيك. وهاي هي يعني هذا كل الأرض أقوله. جاي سووا تعصور هنا، تعال باو عم الشيدو قاعد عالم، تعال شوف ايش قاعد يستشهدوا، كلهم ايرانيين كلهم قناصين، واحنا شايلين هاي بطل البس وهذا العلم وكل شيء ما شايلين. تعال شوف ايش جاي يسوون، تعال شوف ايش العلاقه وياهم، انت الحشد وياهم، واحنا بس هاي بطل البس والعلم، ما عندنا غيرهم. بس الدبس عليه، بس الدبس موتوني. عم العراق صاحب غيره ما يسوي يجيب شعبه، والله ما يسوي حقهم، كلهم ايرانيين كلهم، ولا سقطهم وما نرجع ولا نتراجع ولا نخاف. يروح واحد يروح محصورين. شباب بدأ يقدرون يطلعون، هذا الرمي ترى كلنا عليهم، يعني ما يقدر ينزل، ده يدب جوه بالطوابق غاز مسيل للدموع. شباب بدأ يقدرون ينزل. محصورين فوق. محصورين عبد الله يدخل الضيب دعم إيران بس انسقطه وندوس راسه بالقدرة وانعن أبونا أبو الخلاء. القنوات الصور شو بدي يسوون بينا؟ خد تجي تباوي قنوات الدين العراقية ما طلعت، دون العراقية تابع عليهم. لا سياسي بيننا، لا عقوبة بيننا.
احنا من دمسنا احنا العراقيين من دمسنا الناس كنا قاتبون جزر من الراحة مليون دمسنا سيطلع على عجاز المين يحكي لو ما انت واحد من ابنه شو يصير فيه بعد عام الجامع كله يلا 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 يلا